العلاج الأسوري بين التحديات والحلول. حصة إذاعية تبث على راديو سنترفيل والموجة 102.3 FM على موقع راديو سنترفيل .com وموقع الفيسبوك أي راديو سنترفيل. القسم العربي لرفيجي سيريان entre défis et solutions. Une émission radio diffusée sur Radio Centreville à Montréal 102.3 FM, sur radiocentreville.com et sur la page Facebook de l'émission Radio Centreville Al-Qassim Al-Arabi. صباح الخير المستمعون الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من حصتكم اللاجئ السوري هجرة ما بين التحديات والحلول. واليوم كالعادة معنا سيدة معدة ومقدمة الحصة سيدة سعاد زعبول. إليك الخط سيدة سعاد. شكرا أخ حكيم، تحية لك وتحية لكل المستمعين الكرام. سعيدة بتجدد هذا اللقاء عبر هذه النافذة الإعلامية وبرنامج اللاجئ السوري بين التحديات والحلول. حصة جديدة وضيف جديد سنحاول إن شاء الله معه التطرق لمواضيع عدة تمس بشكل مباشر واقع إخواننا اللاجئين والمهاجرين السوريين هنا بكندا.
إذا مرحبا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى. كما أشرت يعني معنا اليوم ضيف كريم هو السيد يوسف مهاجر من أصل سوري. أهلا وسهلا بك سيد. أهلا وسهلا فيك. مرحبا. يا أهلا فيك. يا أهلا مدام سعاد. بداية سيد يوسف، هل ممكن نتعرف عليك أكثر؟ اسمي يوسف موسى، أنا عمري 49 سنة، سوري. وصلت إلى كندا بعام 2013 كلاجئ. دخلت إلى كندا عبر الحدود الأمريكية، لم آتي مثلما جاء الكثيرون من السوريون عبر الكفالات التي تم تبنيها من قبل بعض الجمعيات الخيرية، بل أتيت لوحدي مع عائلتي عبر الحدود الأمريكية، وأنا هنا منذ حوالي 3 سنوات ونصف. كنت في سوريا أعمل طبيب أخصائي جراحة بولية، وتعرفون جميعا أنه خلال الحرب وحالة الفوضى التي تعيشها سوريا، الكثيرون من السوريون باتوا يسعون إلى مناطق أخرى في العالم بحثا عن العيش الكريم والأمان. فعلا. إذن أهلا بك مرة أخرى. وسبحان الله تكلمت على اللجوء من الولايات المتحدة الأمريكية لكندا، وفعلا هذه الحالة كثيرة حاليا مع يعني مع وصول ترامب للحكم. ويعني نعم، بالتأكيد أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية الآن هي طريق شبه مستحيل أمام الكثير من المواطنين في الشرق الأوسط من عدة دول، لمن تتهمهم الولايات المتحدة بأنهم دول مارقة عن القانون. لذلك لكن أنا وصلت إلى الولايات المتحدة ولم أبقى في الولايات المتحدة كثيرا، عبرت فورا إلى كندا. كان لدي سؤال، يعني لماذا اخترت كندا بالضبط؟ ربما بسبب القرب أو لأشياء أخرى؟ لا، بالتأكيد هناك أخت زوجتي هنا تعيش في كندا منذ حوالي 23 سنة، وهذا ما شجعنا الحياة في القدوم إلى كندا، إضافة إلى أن كندا كما هو معروف عنها في العالم بأنها بلد آمن، بلد أكثر ملائمة لتربية أطفال صغار، وأنا لدي 3 أطفال صغار، فكانت الولايات كندا هي المكان الأفضل حسب ما سمعت. كيف وجدت؟ والله من هذه الناحية بالذات بالتأكيد ما سمعته كان على صواب، يعني خاصة عندما نتحدث مع أقاربنا وأصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية ونقول لهم كيف أن أطفالنا هنا أحيانا يغادرون المنزل وحيدين إلى أقرب بارك أو أقرب حديقة في المنزل ويعودون بأنفسهم، يستغربون الحقيقة هذا الكلام ويقولون أن في الولايات المتحدة الأمريكية ليس لدينا القدرة أو ليس لدينا أمان كافي لأن نرسل أطفالنا بناء أنفسهم لقضاء مثل هذه النشاطات. بالتأكيد كندا هي بلد آمن، وأخص بالذكر ربما يعني إن لم أبالغ أن مونتريال تتميز عن بقية المدن أو كيبك بالذات كولاية تتميز بهذا الموضوع، هي آمنة. والإحصائيات حول الحالات الإجرامية أو حالات الخارق مارقة عن القانون هي قليلة يعني في هذه الولاية. نعم، كذلك هناك تنوع يعني ربما لاحظ. بالتأكيد لم يكن الهدف الأول لي أن أذهب إلى مكان فيه تنوع كبير، ولكن هذا ساعد. أنا لا أنكر أن وجود جاليات عربية كثيرة في مونتريال ساعد على سرعة الاندماج خاصة بالنسبة للأطفال. وجودك بين إخوانك العرب من يتحدثون نفس اللغة ومن يشاركوك نفس التقاليد والعادات والنظرة إلى الحياة هو أمر مهم جدا في الواقع، فهذا ما أحد الإيجابيات التي تمتاز بها مونتريال بالذات. سؤالي فقط، يعني بعد مجيئكم إلى هنا هل تلقيتم أي من غير يعني مساعدة الجالية ومساعدة أخرى من ناحية الدولة أو من ناحية القطاع الخاص؟ يعني مثل ما ذكرت في البداية أنه أنا دخلت إلى كندا عبر الحدود الأمريكية، والحقيقة أننا لم نلقى نفس المساعدة التي تلقاها العديد من السوريين الذين وصلوا عبر برامج الكفالات. يعني لم نشعر بذلك إلا عندما قدموا وأصبحوا يحظون بكل المزايا والامتيازات التي نحن لا نحظى بها، نحن لا نستطيع أن نأخذ ما يمتازون به.
هذا الأمر ليس مزعج بالنسبة لي، يعني لم يكن مزعجا بالنسبة لي، ما كان المهم كان بالنسبة لي الوصول إلى مكان أطفالي ينالون فيه قسطا من الراحة بعد عناء سنة أشهر طويلة من الحرب، وأن يشعرون بالأمان. هو كما ذكرت يعني تدخل بسيط سيد يوسف، هو أن يعني هنا لما مثلا ناس يكونون يأتون إلى هنا بكفالة كلاجئين، نتحدث عامة اللاجئين الذين يقدمون هنا إلى كندا، اللي جاءوا من الفيتنام في السابق، واللي جاءوا من بلدان وين كانت هناك حروب يعني في داخل هذه البلدان أهلية يعني. نعم اللي ما عندوش كفالة ويجي لاجئ، يعني هناك القانون يطبق يعني على الجميع، ماهوش يعني أن الناس اللي ما يجيوش بكفالة ولا ما يجيش مثلا كمهاجر ما كانش هناك يعني مساعدات مالية، يقول بلك بالك مش غير السوريين، يعني هذا يطبق عامة على كل اللاجئين، هذا يعني قانون يعني بالتأكيد بالتأكيد يعني. نعم. أنا أتفهم، ما فيش تحيز يعني، أتفهم هذه النقطة بالتأكيد، لكن أنا ذكرت بأنه من جاء مؤخرا من سنه وتقريبا أو أكثر، جاءوا عبر برامج رعتها الحكومة الكندية، هذه البرامج استمرت إلى حين قدومهم ووصولهم وساعدتهم على الانخراط سريعا في المجتمع، هذا لم نحظى به نحن عندما جئنا، ولا هذا لا يعني أننا نحن الوحيدون، كل الذين جاءوا من كل دول العالم بالطريقة نفسها نالوا ما أعتقد ما أنك تسمح سيدوس تتكلم عن إعادة توطين، ويعني هناك كفالة فقط للإشارة، هناك كفالة للدولة وهناك كفالة للقطاع الخاص، يعني بما فيه الكنائس، بما فيه الأشخاص، بما فيه يعني مجموعة من المنظمات. فالعدد يعني للإخوة السوريين الذين جاءوا عن طريق كفالة الدولة مقارنة مع القطاع الخاص وقليل، وفقط يعني 20% تقريبا، يعني بينما تبقى الأغلبية العظمى يعني عن طريق الكفالة الخاصة. أنا لم أتي لا بكفالة خاصة ولا ما أتي بكفالة أخرى، أنا جئت من تلقاء نفسي، لم يكفلني أحد وحضرت إلى هنا. بكل الأحوال لا يعني ذلك أننا لم نحظى بمساعدات، بالتأكيد يعني منذ وصولنا على عبر الحدود الكندية ودخولنا الأراضي الكندية أصبحنا تحت تغطية الرعاية الصحية الكندية من اليوم الأول، من الدقائق الأولى أخبرونا بأنكم الآن أصبحتم الآن تحت نظام الرعاية الصحية والتأمين الصحي، لا تقلقون بهذا الشأن نهائيا، وإن لم يكن لديكم الملاءة المالية الكافية لأن تعيشوا فسنضعكم تحت نظام المساعدة الاجتماعية المالية. بالتأكيد هذا كلام لا يمكن أن يتجاهله أحد، هو أمر كبير جدا، لكن ما أقول أنه لم يكن هناك برامج كافية عندما نقارن مع من جاءوا مؤخرا، شعرنا بأن هناك نقصا ما بالنسبة لنا. ربما لم نشعر بهذا النقص نهائيا لو لم تكن هناك هجرات مكفولة أو تحت رعاية الدولة. عودة يعني بسيطة، كما ذكرتم في الأول قلتم باللي الولايات المتحدة مقارنة مع كندا الأولاد مثلا يخرجون ويلعبون في شارع، ولا يعني الناس يعني المستمعين الكرام الذين يستمعون إلينا في المغرب العربي ولا في البلدان العربية، يعني يعني تعريف بسيط بأن الولايات المتحدة هناك عندهم حق امتلاك السلاح، وهو حق من حقوق يعني المواطن الأمريكي، هذا يعني والسلاح يعني تقدر تشتريه، يعني تخرج لبرا يعني تقدر تشتريه يعني يعني البغية من هذا التذكير هو أن يعني لا أمن في الولايات المتحدة، يعني عامة في تقريب جميع المدن الأمريكية، يعني au contraire هنا في كندا الإنسان اللي عنده سلاح هذا خارج عن القانون، يعني باش يعني نذكروا بلي هناك فرق كبير بين الولايات المتحدة وكندا. وسبحان الله يعني حتى نسبة الجرائم يعني كاين فرق كبير وارتباط يعني وطيد بين الامتلاك السلاح ومن عدمه، فيعني المسألة الأمنية الحمد لله يعني ملحوظة هنا. فقط سيد يوسف، يعني هل هناك أشياء أخرى يعني أثرت انتباهك في كندا يعني من غير الأمن؟ يعني وهي بلد جميل بالتأكيد، ربما يكون أسوأ ما فيها الطقس وهذا ما نعاني منه يعني الجميع يعاني منه بدون أدنى شك. نحن في بلاد الشرق الأوسط وخاصة في بلاد العربية نمتلك من أجمل الأنواع الطقوس في العالم، لدينا شمس رائعة وهواء عليل وتنوع في الطقس. الحقيقة لا أنكر أن هذا أمر مزعج وربما يدفع في بعض الأحيان إلى الاكتئاب، وأنا كطبيب أعرف تماما بأن
بأن قساوة الطقس في كندا تدفع زادت من نسبة المصابين بالاكتئاب في هذا البلد. هذا أمر نتفهمه، وليس في كندا فقط، هناك في السويد، في فنلندا، في النرويج، كل البلدان القريبة من القطب الشمالي يعاني سكانها من حالات نفسية بسبب رداءة الطقس. ربما نعتاد وربما لا أدري، الزمان من يحكم في ذلك، لكن أيضا أعتقد أنه ليس بالمشكلة الكبيرة بالنسبة لنا هذا الموضوع. يعني البسيط بركان، يعني المواضيع يعني تهمني كثير، المواضيع تاع السيدة سعاد وهذا يعني الموضوع، خاصة فيما يخص الطقس هنا في كندا. يعني رغم أن الشتاء يدوم يعني 4 أو 5 أشهر يعني الثلوج، ولكن الناس يعني يتأقلموا هنا، يعني تلقى باللي مثلا هناك رياضة في وقت الثلوج، هي الهوكي مثلا، الناس يخرجوا يديروا الرياضة هناك. مثلا الإنسان يحب يخرج مثلا باش يقضي مثلا يشري أمور ولا هناك، يعني تحت الأرض يعني كنشوفوا هذيك أوت ووتر، ويعني سيدي سونتر كوميرسيو، ما تخرجش من المترو يعني وتقضي حاجاتك. يعني أشياء كثيرة للمحاولة التأقلم مع الجو بالتأكيد. يعني في كندا، وربما سبحان الله يعني هذه النقطة اللي أشار لها الأستاذ يوسف يعني ملحوظة عند الجميع، الجالية العربية يعني بالتأكيد. فترة ليفير وفترة الشتاء تمر صعبة على الكل، حتى على الكنديين أنفسهم بدرجة أقل، أعتقد بدرجة أقل، لأنهم تأقلموا وعندهم يعني ولديهم بدائل، يعني الألعاب الشتوية يعني المشكل ملحوظ أكثر عند الجالية العربية وغير مرتبط بعدد السنوات، فيعني ممكن يعني يتأقلم الإنسان أو لا يتأقلم. صحيح، يعني ممكن في ناس يعني كثر لديهم يعني 20 سنة 15 سنة وما زالوا على نفس الحال. صحيح. على عدم التأقلم الكامل مع فصل الشتاء. كلام صحيح. فقط إن شاء الله ننتقل نقطة أخرى، ويعني هل بخصوص الإخوة السوريين الآخرين، هل لديك لقاء مع سوريين آخرين أم أن هناك ربما توقيت هذه المقابلة بالرغم من يعني امتناني الشديد لراديو سانترفيل لاهتمامه الشديد الحقيقة في الجاليات العربية بشكل عام والسورية خاصة كونها الآن الحدث الأهم في العالم العربي، ربما توقيت هذه المقابلة ربما يكون في توقيت خطأ، لأن الجميع من حضر إلى كندا لم يمضي على وجوده في كندا سوى أشهر قليلة، وتعرفين في الأشهر الأولى الجميع يشتاق إلى الوطن، يحن إلى الوطن، يعاني مصاعب الغربة. فبالتأكيد الجميع الآن عندما تسألين أيا كان من القادمين السوريين سيعبر لك عن استياءه وغضبه وعدم معرفته بالمستقبل وماذا سيحدث وما إلى هنالك. هذا أمر طبيعي، ربما بعد سنتين ثلاثة أربعة خمسة ربما لو تكرر هذا السؤال وسألتيه إليه مجددا لقلت لك الجميع يرتاح، الجميع وجد وظائف، الجميع الآن تغيرت رؤيته. بالتأكيد ما زال الأمر مبكر لنحكم، ولكن نحن الآن في مرحلة المخاض، نحن الآن في مرحلة مخاض لولادة لبدء حياة جديدة. السوريين الآن خرجوا من معاناة كبيرة، يحملون في طيات قلوبهم مآسي وآلام، حضروا إلى بلاد سوف تطفي مزيدا من آلام والمآسي وهي الغربة بشكل عام. أكيد على الجميع. لذلك الأمر ما زال مبكر للحكم، أعتقد أن الكلام مبكر الآن عن هذا الموضوع، لكن الجميع فرح بأنه الآن بأمان، بأن أطفاله أصبحوا في منأى عن الخطر، وهذا هو المهم. يعني الحاجيات الأساسية للأمن والدراسة الأبناء على الأقل يعني تلبى في السنة الأولى، وبعد ذلك يعني يتم الحديث عن أشياء أخرى. يعني في الحقيقة اعذريني إن لم أتحدث عن هذه المواضيع، موضوع الدراسة وكذا والمأكل والمشرب، لأن في كندا فعلا لا نفكر بهذه الأمور، بالرغم أننا 90 إلى 95% من السوريين لا يعملون، ومع ذلك لا يشغل بالهم الآن موضوع الطعام والمشرب ومدارس الأطفال، هي
مكفولة من قبل الدولة، وهذه حقيقة وليست مجاملة يعني أقولها، وتعرفونها جميعا بأن الدولة تقدم المساعدات المالية، تستقبل الأطفال بشكل سريع وتجعلهم ينخرطون في البرامج الدراسية بشكل سريع، وتؤمن على الأقل الملبس والمأكل والمشرب وإلى ما هنالك من الأساسيات. لذلك الحقيقة لم أتطرق إليه لأنني أصبحت أشعر به بأنه أمر معتاد، وأما وربما هو أمر الحقيقة غني جدا وهذا يجب التطرق إليه. ويعني كما ذكرتم السيد يوسف هو يعني الشيء المهم جدا، يعني مش غير في حياة الإنسان ما في حياة يعني الحيوان، هو كما ذكرتم الأمن والأمان. كما يكون في بلاد، أنا جئت من بلاد وقت ما كانت الحرب الأهلية أيضا، يعني كي تجي هنا أول يعني في الأسابيع الأولى ما تحس به هو الإطمئنان، يعني تطمئن على نفسك وعلى أهلك وعلى أولادك. يعني كي يكون الأمن والأمان مش متوفر في 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 بلد ما وفي منطقة ما، يعني لا حياة كما يقولون. يعني سيدي الكريم، الإنسان بطبعه طماع، بطبعه طماع الإنسان. عندما يفتقد إلى الخبز يصبح جل حديثه اليومي عن الخبز، عندما يفتقد إلى المأوى يصبح جل حديثه عن المأوى. في كندا الآن السوريون لا يفتقدون لكل هذه الأمور، لديهم المأكل والمشرب والمكان الذي يأويهم، لديهم المدارس التي تدرس أبنائهم، لديهم الذي لم يكن يمتلك سيارة في سوريا أصبح الآن يمتلك سيارة هنا في كندا. إذن كل الأمور الأساسية أصبحت لديهم. ستسمع منهم الآن أنهم يتناولون يريدون الأكثر، الطمع البشري. أستاذ ما في مشكلة، يعني كي يوصلوا الأمل يعني المستوى وين يعود يفكر في أمور أخرى، هذا شيء إيجابي. لا وطبيعي بالنسبة للإنسان شيء إيجابي الطموح للأفضل، يعني هذا يعني شيء إيجابي. كما أشرنا نبقى مع فاصل موسيقي ونرجع إن شاء الله من بعد.
إذن مرحبا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى. نعود إلى ضيفنا الكريم سيد يوسف. سؤال آخر، يعني بحكم تكوينك وعملك السابق في سوريا، ما هي أهم التحديات التي تواجهها الآن؟ يعني بالتأكيد، يعني أولا لن أتناول هذا الموضوع بالحديث عن نفسي كشخص، هي مشكلة عامة أكيد يواجهها جميع أطباء العالم ممن يسعون للعمل في كندا، ليست مشكلة عرب فقط وليست مشكلة سوريين فقط، هي مشكلة أطباء ومشكلة تعامل كندا مع من يحملون الشهادات العالية، ليست فقط الطب، أيضا الهندسة والمحاماة وكل الشهادات العالية. أعتقد أن هناك مشكلة ما في هذا البلد حول هذا الموضوع. كندا كبلاد تعتمد في استمرارها على المهاجرين، وهذا أمر واضح منذ عشرات السنين. كندا تحتاج كل سنويا إلى حوالي، حسب ما أذكر وأرجو أن لا أكون مخطئ، إلى حوالي 300,000 أو بهالحدود سنويا من المهاجرين لتستمر. إذن عليها أن تكون أكثر قدرة على التعامل مع هؤلاء المهاجرين، وخاصة أنهم في كل البرامج التي توضع في السفارات الكندية على مستوى أنحاء العالم يمنحون من لديه شهادة عالية، يمنحونه نقاط أكثر من غيره للحصول على الفيزا الكندية. وأستغرب من هذا الكلام، كيف لكم أن تمنحوا الطبيب أو المهندس أو المحامي نقاط عالية، وبالتالي أنتم تشجعونه إلى الهجرة إلى كندا، وعندما يصل إلى هنا لا يجد عملا ليكسب منه عايشه، وخاصة أن كل أصحاب الشهادات العالية لا يعرفون أي نوع آخر من الأعمال، هم متمرسون في أعمالهم لسنوات طويلة وليس لديهم القدرة على ممارسة عمل آخر. هذا الموضوع الحقيقة هو في مشكلة كبيرة في كندا، خاصة أنه عندما تلبي كل الشروط التي يفرضونها عليك، هم طلبوا مننا كأطباء أن نجتاز الامتحانات التعديل، وأنا تجاوزت امتحانات التعديل ونجحت فيها وأنهيتها وتقدمت مرة وثانية وثالثة ولم أحظى بفرصة. لماذا؟ بالرغم من أن الكنديين أنفسهم يعلنون بأن هناك نقص وشح في عدد الأطباء في كندا. إذا سمحت أستاذ، عندي بالك جواب
الجواب ديالي يعني نقول لك أستاذ يوسف، أنا عندي هنا منذ عشرات سنين هنا في كندا، نقول لك علاه لماذا احنا جينا من بلدان ومن ثقافة وين الإنسان اللي عنده شهادة يعني إذا بحث عن عمل يطلبوا له الشهادة، أوكي عنده شهادة في مهندس في المعمار دونك يخدم في المعمار، هذا مهندس في الإعلام الآلي يخدم في الإعلام الآلي، هنا ما يطلب لك الشهادة، هنا يطلب لك الإكسبيريانس يعني كيف نقول الخبرة الكندية يعني خبرة علاه الخبرة الكندية نقول لك لأن هنا كاين ناس بزاف يديروا شهادات يدير شهادة في نعطيك هناك مثال في لأن كندا تشبه الولايات المتحدة، هناك إنسان دار تخصص في هذا يعني هذه صحيح حقيقة أنا قريت على كل حال في الإنترنت، إنسان دار تخصص في الميديسين ميدسان دار ميدسان جينيراليست ودار تخصص كي خلص راح لوالديه، أنا والديه واحدة جونس أفوكات وباباه ميدسان ولا قال لهم شو واش قال لهم أنا درك درت واش طلبتوا مني نتوما يعني طلبتوا مني نكون ميدسان جراح درت هاو الدبلوم عطا لهم الدبلوم قال لهم أنا دوك نروح نعمل ودوك نروح نعاود ندير الشيء اللي نبغيه أنايا دار امر اخر وبحث العمل في امر اخر، هنا يعني باش نقول لك كاين ناس يعني داروا في التخصص ديالهم في القرايه ولا في امر ما وعمل في امر اخر كي يشوفوه باللي يعني منتج وانسان كي 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 ليفغ لا مارشانديز كما يقولوا هنا بالكيبيكيه ما يبحثوش، انا نقول لك عملت في مش باش نتحدث على نفسي، جامي طلبوا لي شهاده، عندي شهاده مهندس في الاعلام الالي جامي قالوا لي وعملت في الاعلام الالي على كل حال يعني باش بالك هذا جواب ممكن ماهوش جواب لا انا بتفهمك يعني لانه انا سمعت موضوع الخبره الكنديه وانهم يحتاجون كيف يعني من اين ساتي لهم بالخبره الكنديه اذا تقدمنا الى مشفى ولم يقبلوني وذهبنا الى مكان وقلنا لهم اخي انا مستعد ان اعمل لديكم بلا اجر وانا مستعد ان ترفضوني في حال رايتم انني غير كفء للعمل كطبيب ليس لدي مشكلة، أنا مستعد لأن أعمل شهر وشهرين وثلاثة وحتى السنة إن رأيتم أنني كفء سأستمر وبدون ما وهذه حتى أحصل على خبرة كندية وإن لم تشاهدونني أنني كفء بصراحة قولي لي، هناك مشكلة في موضوع الأطباء، هناك مشكلة يعني ما أستغربه فعلا هو أن كندا دولة متقدمة لديها الكفاءات ولديها القدرات المالية الكافية لإجراء أي بحث تود إجراءه، يعني على سبيل المثال ما عم بتحدث عن حالي، رح تحدث عن أطباء آخرين باختصاصات أخرى، أنا بالنسبة لي شهادة الجراحة البولية كانت كافية أن تبرز على الأقل الكفاءة اللي عندي، واثنين عندي شهادات خبرة من أوروبا كتير ما عندي مشكلة، أولا وأخيرا تجاوزت الامتحانات المطلوبة، لكن مثلا خلينا نقول بعض الاختصاصات الأخرى مثل اختصاص المخبر على سبيل المثال، المخبر أعني فيه التحاليل الطبية، لا يوجد في كندا ما يوازي شهادة اختصاص ما توازي المخبر في بلادنا العربية، هذا اختلاف في طرق التدريس في طرق التعليم وربما أن يكون اختلاف فقط في التسميات، الآن عندما تريدين إبراز ما البرنامج الدراسي الذي أنت درستيه تحضرين المواد وتقولي لهم تفضلوا في السنة الأولى أنا تقدمت ودرست كذا وفي السنة الثانية درست كذا والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، عليهم أن يأخذوا بهذه الوثائق الرسمية ويصدقونها. الغريب أنهم لا يصدقون أو أنهم لا يريدون أن يصدقوا، هذا أمر جدا خطير. لا أقول يعني إذا أمكن السيد يوسف نقفل القوس مش ما لا يصدقون، يعني نقول لك أستاذ يعني أنا أعوذ بالله من كلمتي، أنا كنت في كوميتي سيليكسيون، أنا في شركتين سيليكسيون باش نركروتيو دي بروغرامور ونركروتيو، واش حنا نشوف السي في تاع الإنسان نشوف الخبرة ديالو ومن بعد ندير لهم ان تيست تكنيك ان تيست، مثلا حنا نركروتيو دو لي دو ميور هما يتركريتو، بصح نقول لك يعني كي نركريتوهم الاثنين المقبل ان شاء الله نعطيو له العمل هاك دير لي ديزاين
وبيسك قال باللي سمع عملته منا يعني من يعني طبيعي انه يدير ديزاين تاع لا باج ولو فوندردي بروشان يقول لك هاو درت الديزاين واعطيه لو بروغرام هاو درت باش نقول لك باللي تقول له اليوم الجمعه درت الانترفيو تقول اوكي تو ريكروتي اثنين تو كومونس الترافاي اثنين يعطيك العمل اثنين باش نقول لك فوك تو سوا اب ان رانين يعني باسكو المهم نخلي لك انا بس بدي اضيف نقطه ثانيه يعني هناك خلاف كبير ما بين المهاجرين واللاجئين. الخلاف هو التالي: المهاجر عندما يتقدم بطلب الهجرة إلى أي بلد ما، ليس لا أقصد كندا بالذات، يتقدم إلى هذا الطلب وينتظر حوالي سنة أو سنتين أو ثلاثة وأحيانا أربع خمس سنوات حتى يحصل على الإذن بدخول البلد الذي يرغب به. خلال هذه الفترة المهاجر يبدأ بدراسة البلد المقصود، ما هي مشاكله، كيف ما هي قوانينه، ما هي ملائمته بما يحمل من شهادات لأن يمارسها في البلد المقصود. بالنسبة للاجئ ليس لديه الوقت الكافي لأن يفكر. بما معنى أنا عندما وصلت إلى كندا في آب 2013 تطلب مني الوقت حوالي سنة كاملة حتى أستطيع أن أتوازن وأن أدرك بأنني الآن علي أن أبدأ من جديد. سنة كاملة صدقوني لم أكن فيها في حالة توازن، لا نفسي ولا اجتماعي ولا أسروي، كنت في حالة صراع مع ذاتي، لم أكن في صراع مع الآخرين بقدر ما كنت في صراع مع ذاتي. هل سأبقى في هذه البلد؟ هل سأستمر في حياتي هنا؟ والسؤال الأكبر: هل سأموت في هذه البلد؟ وهذا ما يتردد دائما ويختلج في ذهني. الآن بعد أن قررت، بعد أن رأيت أن مصلحة أولادي البقاء وأن أولادي سعيدين وهم في أمان وهم بعيدا عن الخطر وأن وضع بلادي ما زال غير مستقر، أصبح لدي على الأقل القناعة 60-70% أنني باقي. بدأت بال2014 دراسة الفحوص وتجاوزت كل الفحوص خلال سنة ونصف، وباعتراف الجميع أنها كانت فترة قياسية لم تحدث مع آخرين أن تجاوز أحدهم بسنة ونصف كل الامتحانات. إذن وغالبا هذه الفحوص تكون بأثمنة يعني من وندفع مبالغ باهظة أيضا ممكن تتحدثنا عن يعني كل فحص تقريبا بيكلف $2,000 وهناك بتعملي كورات في فحص من الفحص لازم تعملي كور قبله بيكلفك بحدود $1,300 إضافة إلى المصاريف الأخرى يعني وأنت تقضيناها بدون عمل. طيب إذا أنا أنهيت امتحاناتي بعد سنتين ونصف، تجي بتتفاجأ بعدين بأنه القوانين الكندية إذا أنت تجاوزت السنتين أو السنتين ونصف بدون عمل كطبيب يصبح من شبه المستحيل أن تنال أي وظيفة أي مكان في أي مكان في أي مشفى. هذا الموضوع يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار مقارنة بالمهاجرين. المهاجر ربما يتقدم إلى امتحانات التعديل وهو في بلده، يعني يذهب إلى مصر أو إلى بيروت أو إلى أنقرة أو تركيا ويتقدم إلى الامتحانات الكندية ويأتي إلى كندا، يصل إلى كندا وهو في حالة يعني مستعد. شوف نقول لك أستاذ، يعني ما من المستمعين الكرام يعني الإخوان السوريين ولا الإخوان المهاجرين الجدد من البلدان العربية، هناك ناس كما تقولون أكفاء، يعني ما يحطوا في اليوم الأول اللي يجي هنا لكندا وكون يغكريته مثلا كطبيب ولا كجراح إنسان كفء وإنسان يعني الفافاغ يستنب خوفيسيونات كما يقول بالضبط. هنا الشي اللي بالك الناس ممكن ما يعرفوش، يعني ما من إخوان سوريين، الإنسان اللي يحس روحه كفء ما يديرش ليكيفالونس. أنا نقول لك يعني كنا في الجزائر، أنا جيت انجينيور انفورماتيك، يعني كما قلت لكم ما نتكلمش عن نفسي، ما حوج خلاص عليك ندير ليكيفالونس. أنا عندي واش هي الشي اللي يخص هو ان الانسان يسجل نفسه في هذوك لي كلوب دو ريشيرش دامبلوا، لان هناك هنايا الناس بالك ما يعرفهمش، هنا الكيبيكين كان يعرف كيعود عنده يشوف عنده مقدره وعنده ثقه في النفس كلوب دو ريشيرش دامبلوا. في هذا الكلوب دو ريشيرش دامبلوا تسجل مده شهر، كل يوم تجي من الثامنه حتى للرابعه في العشيه، يعني شغل لك تعمل واش دير، ينعتوا لك كيفاه تو فا غوفير طون سي في الريزومي، يعني كواليس لايجاد الشغل يتعرف عليها مش غير كواليس انك تبدا البحث الطريقه ما عدا الاطباء ممكن يعني ممكن هذا الحقيقه ليس لديهم الفكره كافيه. اسف لمقاطعتك، انا بعتذر منك، لكن بالتاكيد نحن اول ما وصلنا ذهبنا الى موظفي الامبلوا وسعينا الى من ينصحنا على الاقل ماذا نعمل. الجميع على الموضوع، الطب
لا نستطيع التحدث في موضوع الطب أمر آخر، وهو له سبيله الخاص وطريقته الخاصة. هادو دي كلوب دو ريشيرش، هادو يقبلوا يعني الناس اللي ما عندهمش ديبلوم وحاب يحوس في يشوفوا يعني يجي يشارك، وهي مجموعة مش غير إنسان وحده، هما يكونوا في 10 ولا 12 وهم من يعني سيدي ديبلوم ديفير وعندهم دي ويلعثوا له اوكي السي في وتبدا يقول لك بلي هاك فات تو ريشيرش وهاك واش نقول لك يعني استاذ يعني انا والناس هنا طلعت وهبطت كما يقول لك انا فت على وقت ما انا ما عملتش فت على وقت كنت نحوس على عمل من بعد عمل واش يقول لك انه او مويان كما يقول لك تبعت بور ريشيرشي بور اتر ان بون شيرشور دومبلوا تبعت 3 مينيموم 3 4 سي في بار جور كل يوم تبعث 3 إلى 4 ودير الفالوآب ودير السويفي المتابعة باش نقول لك لأن كما قلتم هنا الكندا تختلف عن يعني بلدان أخرى يعني بالتأكيد يعني إذا بدنا نقارن موضوع كندا بأوروبا مثل ما تفضلت حضرتك قبل شوي وتحدثت عن أوروبا، أوروبا مختلفة تماما، يكفي لأي صاحب شهادة عليا أن يتجاوز متطلبات وشروط لغة البلد، يعني أنت زبين إلى ألمانيا أو إلى فرنسا أو إلى إيطاليا، يكفي أن يكون لديك المقدرة اللغوية الكافية وبيقولوا لك تفضل إلى سوق العمل، أثبت كفاءتك في سوق العمل. هذا أمر جيد جدا، وهذا الموضوع على فكرة موجود في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، يعني لكن يشترط في الولايات المتحدة الأمريكية أن تتجاوز فحوصات التعديل أيضا مثل كندا، لكن ما يختلف بين أمريكا وكندا أن في أمريكا يعطونك الحقية بأن تفضل فرجينا كفاءتك، أنت تجاوزت الامتحانات جيد، هذا أمر نظري، على الواقع هل لديك كفاءة أم لا؟ هنا الحقيقة مختلف، وأنا هنا يعني أشدد على هذه النقطة لأنها نقطة سلبية بحق كندا جدا، لأنها خسرت كندا خسرت الكثير، لا أقصد الكفاءات العربية وليس الكفاءات السورية للأطباء يعني شيء ولا كلهم وكل التخصصات كل التخصصات يعني ما بالك مهندس لديه خبرة 20-25 سنة في تخطيط المدن للنقل وهو يعمل في الخليج وما أدري يعني وأنت تدرك ما معنى الخليج، أنت تعمل مع شركات شبه عالية المستوى بالخليج كلها شركات أجنبية ولن تكون مقبول كمهندس أو كطبيب إن لم تكن بالمستوى الجيد ويأتي إلى هنا ويرفضون هذه الخبرة. أستاذ يعني مانيش قاعد أنا ما نشيش الأرغيومونطاسيون باش نقول لك يعني ناخذ لك مثال مثلا مهندسين معماريين يجيو من الجزائر يرفضون هنا لماذا؟ كون نشوفوا هنا المنازل كيفاه تبنى هنا عندهم شغل 3 كوش اون كوش تاع مثلا البيتون منا اون كوش ايزولانت يعني باش تشوف باللي والبناء في الجزائر يعني مختلف جدا احنا عندنا غير شغل اون كوش بيتون ومن بعد تلقى وسط الدار وتلقى هنا لا هنا عندهم الحطب مثلا كوم ايزولون عندهم القطن هذاك عندهم يعني هذا يعني هذا اختلاف في مساله البناء ويطبق على جميع التخصصات يعني نتكلم على المهندسين المعماريين يعني هذا نتكلم على هذه لان حتى في التخصصات مثلا الطب ولا تخصص اخرين كتبقى الخصوصيه يعني اكيد العلم راه علمي يعني ولكن كتبقى الخصوصيه الكنديه غير هي يعني ان كفاءات عليا هكا يعني يعني تضيع يعني وتبقى للأسف يعني كثير يعني تسمعين على لسان الجميع في كندا أن الأطباء هم سائقي تاكسي هل يعقل ذلك؟ يعني هذا أمر معيب بالنسبة لكندا أن تخسر كل هذه الكفاءات وخاصة أن يعني عندما تقوم بتدريس شخص ما حتى يصبح طبيب فهو أمر مكلف أنت الآن يأتيك هذا الطبيب لديه شهادته أنا بالنسبة لي عندي خبرة 21 سنة أنا جراح زرع كلي هل يعقل ما بتكون يعني يشتغل زرع كلي ما بشتغل زرع كلي ما عندي مشكلة في الموضوع لكن هل يعقل أنكم تتجاهلون كل هذه الخبرة أنا لا أطلب منكم أنه من لحظة وصولي إلى كندا أن أنزل إلى مشفى وأعمل هذا حقكم أن تتأكدوا من إمكانياتي طلبتم فحوصات تعديل هذه فحوصات تعديل تريدون أن تروا الخبرة على الأرض الواقع أنا مستعد أن نعمل مش أنا بس كل الأطباء في العالم مستعدين أن يقوموا لمدة شهر شهرين 6 سنة بدون أجر أكرر واللي ما بيكون كفء
بالتأكيد ليس لديه مكان في أي مشفى. نحن ما بدنا نحن أساسا ما بدنا يكون في أي مشفى، وهذا ينطبق على المهندسين وعلى المحامين. أعطي الناس فرصة، أعطيهم الفرصة أن يبرزوا كفاءاتهم، ولكن هذه خسارة. يعني أنا الشغل الثاني عفوا بدي أقول لك إياها، يعني إذا كنا نحن مؤمنين بأن كندا تريد فقط الأطفال، يعني بما معناه أنها تأتي بالسيد حكيم ومدام سعاد ويوسف وما إلى هنالك، وهي ترغب بأطفالهم لأنها تعتقد أن هؤلاء الأطفال هم مستقبل كندا، وهذا حقيقة. هذا حقيقة، وهي ربما تعتمد على المثقفين أن تأتي بهم إلى هنا، لأنها تدرك أن تربيتهم لأطفالهم ستكون أفضل من غيرهم. هذا أمر حقيقي، ولكن أي مثال تقدمه كندا لهؤلاء الأطفال عندما يرون آبائهم وأمهاتهم يعانون؟ أنا أتلمس ذلك في أطفالي. أطفالي يتساءلون بشكل دائم، أنت تعبت ولديك خبرة كبيرة، وتعبت هنا، أمضيت سنة ونصف من التعب وهم شاهدوا ذلك بأم عينهم، لماذا لم تحصل فرصة عمل؟ هذا مثال سيء يعطينه لهؤلاء الأطفال الذين سيكونون في يوم ما مستقبل كندا. أعتقد أن على الكنديين أن يعيدوا النظر في هذا الموضوع، خاصة أولا أن لديهم الكثير من المهاجرين، لا أقصد فقط اللاجئين، المهاجرين بشكل عام واللاجئين ذوي الكفاءات العالية. اثنين، لديهم نقص في هذه الكفاءات، عليهم أن يأخذوها بعين الاعتبار. كيف لي أن أكون سائق تاكسي فاشل ويقبلون بذلك، وأنا طبيب ناجح ولا يقبلون بذلك؟ هذا أمر معي. يعني شوف أستاذ باسكا، شوف هنا، يعني اسمح لي، يعني باسكا هنا الإنسان يعمل تاكسي كيبيكي ولا كندي، يعمل تاكسي لأنه يرغب بأنه يعمل تاكسي. كنت أعطيه يروح تقول له دير فورماسيون، دير ميدسان، جراح، يقول لك ما نديرش جراح، أنا ما نبغيش جراح، ما ندير مهندس، ما نبغيش مهندس، يقول لك أنا نبغي نسوق التاكسي. شوفيرات تاع سامي ريمارك اللي يروحوا من هنا من كندا حتى الولايات المتحدة، يبغي هنا. هنا الأمر انه صحيح، واحد اللي جراح ولا انسان مهندس باش يروح يعمل شاف يعني سائق تاكسي ماهوش يبغيه، ولكن احنا من من ما نساوش هنا في كندا الانسان يعمل سائق تاكسي انسان محترم، يعني أكيد هي المساله لانه يبغيها، يعني هناك فرق بسيط، هي المساله اختياريه. هو اعتقد السيد يوسف، لا اقصد الاهاني او الاساءة الى العاملين كسائقين، لا انا فاهمك، انا اقصد باننا نخسر كفاءات. انا فاهمك يا استاذ، وهذا يعني الشيء اللي ذكرته هو واقع، يعني ان هناك مش غير من سوريا الاخوان، هناك من الجزائر، من المغرب، من تونس، من كل أنحاء العالم. أنا لدي صديقات كثر ويعني عندهم شهادات عليا، مثلا كان لدي صديقات عندهم الدكتوراه في الشيمي في الكيمياء، وللأسف يعني عدد كبير منهم لم يجد وظيفة، وقلة مثلا كنعرف حالة اللي الحمد لله لقت وظيفة، لأن الخبرة الكندية توفرت. مسألة الخبرة مهمة، ومسألة حتى الوسيطة مهمة، يعني مسألة بصراحة يجب التطرق لها، لأنها هي مهمة وكيعتمد عليها بزاف ديال الشركات، لأن خصك يعني كيفضلوا أنهم يوظفوا شخص اللي كيعرفوه عن طريق شخص موظف عندهم، على أنهم يوظفوا شخص مجهول يعني ما عارفنش. بالتأكيد هذا الموضوع في كل أنحاء العالم موجود ومفهوم، يعني موضوع ريليشن شيب أو الكونتاكت، هذا أمر معروف، لكن لا يجب أن يكون على حساب الآخرين. يعني بالتأكيد أنا برجع بكرر، علينا أن نعطي كل من لديه الكفاءة، يعتقد، خلينا نقول كل من يعتقد أن لديه كفاءة، يجب أن نعطيه على الأقل الفرصة لإثبات هذه الكفاءة، إن كان جيد فلما لا. يعني في كتير نقاط أعتقد هذه النقاط يجب أن تعالج على مستوى الحكومة الكندية، خاصة على مستوى برامج الهجرة واللجوء. يعني بالتأكيد سيتجاوزونها لو أنهم وضعوا لجان معينة لدراسة هذه الأمور. على سبيل المثال في أمور صغيرة كتير، وأنا الحقيقة لقيتها معيبة، كل أصدقائنا اللي ذهبوا إلى أوروبا كلاجئين، الآن خرجت شوي عن الموضوع، أطفالهم مارسوا هوايات في مدارسهم حسب ما كانوا يمارسون في سوريا. يعني أنا على سبيل المثال لدي طفلين كانوا في سوريا، أحدهم عازف تشيلو، والفتاة هي ابنتي هي عازفة بيانو. لم أجد في مدارس مونتريال ما في برامج لتعليم الموسيقى، يعني قلت لهم ابني أنا عازف تشيلو، قال ما عندنا تشيلو.
هذا أمر معيب. ابني كان في منتخب بمدينة حلب للسباحة، حطيته في أحد البرامج لتدريب السباحة، فالمدرب عم يقول لي بأنه ما بحاجة للتدريب. طيب أليس هناك من مجال آخر أن نعطيه فرصة لأن يتقدم هذا الطفل أكثر ويصبح بارع أكثر؟ ما بدي يكون بطل عالمي يعني. لكن أنا أعتقد أنه يجب أن يأخذ بعين الاعتبار موضوع مواهب الأطفال أيضا. اثنين، موضوع البالغين والكبيري السن. يا أخي اللي عم يجوا بعمرهم 70 سنة، هل من المعقول أن نطلب منهم اللغة؟ أو ماشي الحال نطلب منهم اللغة، لكن هل هناك برامج خاصة لهؤلاء المعمرين لتدريسهم اللغة؟ هذا المعمر غير قادر على العمل وغير قادر على دراسة اللغة، التي هي مثل ما تفضل الأستاذ حكيم هي عبارة عن أحد العوائق الأساسية الحقيقة في موضوع الهجرة واللجوء، وهي عائق كبير عائق كبير بيعاني من الطبيب إلى أدنى المستوى. ما في أي ما في حدا على رأسه ريشي مثل ما بنقول نحن بالسوريين بالسورية. فأعتقد فقط حب استطلاع يعني لماذا هذا المشكل اللغة يعني مطروح؟ هل في سوريا مشكلة مثل... في سوريا؟ آه الحقيقة ليست مشكلة في سوريا. شو سوريا برنامج تعليمي يعني سوريا؟ لا نحن أنا درست اللغة الإنجليزية أثناء دراستي الجامعية، لكن درستها لمدة سنتين. عندها صدر مرسوم جمهوري بتعريب كل المناهج وكل الكتب. إيمانا من السوريين بالقومية العقلية، نحكي لا إيمانا من الجهة التي أصدرت المرسوم حينها بموضوع القومية العربية وما لا هناك. أنا أعتقد أن هذا المرسوم ربما كان فيه شيء من الخطأ إن لم يكن شيء كثير، لأن اللغة الإنجليزية لغة عالمية وتأتي بعد خلينا نقول الإسبانيولية والفرنسية والشينوا. كان يجب أن يخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع. كل الدول العربية تهتم بتدريس لغات أجنبية لأبنائها. سوريا للأسف كان لديها تقصير في هذا الموضوع وحصدنا نتائج سلبية جدا في هذه الآونة للأسف. تعوض إن شاء الله. نبقى مع فاصل موسيقي ونعود إليكم مستمعينا الكرام. Die
وسهلا بكم مستمعنا الكرام مرة أخرى عبر برنامج اللاجئ السوري بين التحديات والمشاكل والحلول. كما تعلمون معنا ضيف كريم هو السيد يوسف، طبيب سوري عامل لسنوات في سوريا، ولكن يعني هنا يبقى الإشكال إيجاد الوظيفة، مشكل إيجاد يعني تأقلم مع الشروط التي تتطلبها الوظيفة هنا في كندا. تكلمنا عن الخبرة الكندية، يعني ما هي المحاولات التي يعني المجهود الخاص اللي قمت به يعني ما عدا الامتحانات؟ حاليا أنا يعني تقدمت بطلب نحن بنسميه فيلوشيب. الفيلوشيب هو عبارة عن تحت اختصاص، خلينا تلقيت أجوبة أنه يا أخي الأماكن عنا كلها ممتلئة وليس لدينا الشواغر الكافية لذلك. يعني أنا برجع بكرر أن موضوع الكونتاكت والريليشنشيب بيلعب دور. لو أنني وفقت بإيجاد شخص ما لديه كونتاكت مع أحد المشافي هنا لربما كان الأمر بصورة أخرى. لم أتوقف عن المحاولة، يعني ربما تحدثنا الآن تحت الهواء أنا والأستاذ حكيم عن موضوع الإرادة في أن يثبت الإنسان على قدميه في مثل هذه البلاد التي تشترط أن تكون على قدر من القدرة على تحمل التحديات وتواجهها وأن تكون منتج بالنهاية. أعتقد أن كلام الأستاذ حكيم 100% سليم. كنت أعتقد أنا سابقا أن البقاء للأقوى، وهي كلمة صحيحة، البقاء للأقوى، ولكن ما هو تعريف القوي؟ القوي في هذه البلاد هي قوة الإرادة، أن تكون مصر دائما وأن تقنع الآخرين بأنك كفء لما تود القيام به، وأن لا تتوقف عند نقاط الفشل. أعتقد أن هذا الكلام صحيح وأنا أؤيد الأستاذ حكيم في هذا الموضوع، لكن ربما تساعدك في بعض الأحيان تسهيل الشروط، يعني مثل ما تفضلت الخبرة الكندية. طيب كيف لي أن أحصل على خبرة كندية إن لم تقبلوني في أي مكان؟ من أين؟ لا، ليست في جيبتي خبرة، شهادة خبرة كندية إن لم أدخل المستشفى. وقلت أن نحن على استعداد، لسنا نحن السوريين ولا العرب، كل الأطباء وكل حاملي الشهادات من كل أنحاء العالم لديهم القبول لأن يعملوا لفترة ما بدون أجر حتى يستطيعوا على الأقل إثبات ذاتهم في ذلك. وأستاذ يعني ملاحظة أيضا بسيطة، هو يعني في الميدان الإعلام الآلي مثلا، أنا أعرف هذا الميدان، أنا أعرف صديق أعرفه، يعني هو كان أيضا مهندس في الإعلام الآلي، كي جا هنا شاف باللي كما قلت الخبرة الكندية، وقال كيف هنا جاني خبرة كندية وما نعطيونيش الفرصة؟ واش دار؟ من مهندس طلب باش يعمل تقني، هو يعرف يحسن التقني، وش بدا ولا يعني اختيارك تقني وعامل كونترا كيف يقولوا، المهم عقد ثلاث أشهر فتحت له البيبان. هذا هو ثلاث أشهر، وبعد بالأقل عامين ولا عامين ونص يعمل كمهندس. يعني وهنا نقول لك، يعني هنا هذا وضع في كندا، وهذه حقيقة أن الإنسان اللي عنده ديبلوم بروجكت مانجر ما ريكروتي واش بروجكت مانجر، لانه عنده ان ديبلوم تيوريك. يعني باش نقول لك انا ميديسان ما نعرفش، والشيروجيان ما نعرفش، هنا باش تشوف البروجكت مانجر يحسن عمل تاع التقني، ويحسن عمل تاع الاناليست ولا الاناليست بروغرامر، يحسن الاعمال كل لانه فات على هذوك الاعمال. هنا كما قلتم هنا الخبره العمليه هما يبغيوها هذه. لماذا؟ لأنهم يحبوا كما قلتم إنسان المنتج، تنتج عندك ان برودوي تو رياليز، وكي ترياليزيه هما يكونوا فرحانين على كل حال. هذه وربما كذلك حتى يعني الدبلومات العليا تزعج احيانا الشركات، لانها يعني الدبلوم عالي مرادف لأجر عالي. فاحيانا يعني من المقترحات ان يعني الطالب الشغل ينزل، يعني يحاول تصغير. بالتأكيد كلامك صحيح، ودعوني اعود الى ألمي الشخصي، يعني وهو كوني طبيب. جميعكم تعرفون بانه كندا الان تتحول من الاعتماد على الطبيب الى الاعتماد على الممرضه.
فمقابل كل 50 ممرضة تعمل في قسم معين نجد طبيب أو طبيبين، والسبب أن أجر الممرضة منخفض. هذا كلام صحيح ما تفضلت فيه مدام سعاد، أردت فقط التنويه. نعم زي. نعم أظن أن الوقت داهمنا السيدة سعاد، أكيد. إذا أمكن ختام كلمة أخيرة أو كلمة أخيرة لضيفك. كلمة أخيرة السيد يوسف، أكيد يعني الموضوع ذو شجون، ويعني إن شاء الله تطلب حلقات وحلقات، وأكيد يعني مشكل مطرح بحدة، مش يعني ليس فقط لإخوان السوريين ولكن للجالية ككل، وحقيقة يعني طاقات وكفاءات تضيع، أو يعني ربما أحيانا تغير، يعني هناك من يتأقلم ويغير يرضى بأشياء أقل من المستوى، وطاقة أخرى يعني تضيع وتبقى في دوامة الانتظار والانتظار والانتظار حتى يمر الوقت. فيعني مسألة مطروحة بحدة كما نعم. يظهر للجميع. كلمة أخيرة أستاذ يوسف قبل ما نختموا إن شاء الله. يعني مرة أخرى شكرا لراديو سنترفيل ولكم شخصيا الأستاذ حكيم مدام سعاد لاستضافتي في هذا البرنامج وطرح المشكلة. ليست مشكلتي الشخصية مثل ما تفضلت، هي مشكلة الجميع. أعتقد أن علينا أن نستمر أن نتحدث دائما، ليس هناك من يستطيع أن يمنعنا من طرح مشاكلنا، وهي أمر مشروع للجميع، عبر الإذاعات، عبر الندوات، عبر اللقاءات، عبر كل القنوات التي يمكن من خلالها أن نصل إلى آذان ربما تلبي احتياجاتنا. ندرك تماما أننا أمام تحدي كبير في حياة ميلاد حياة جديدة، وصعوبات جمي تنتظرنا. نأمل بالتعاون مع جميع الإعلاميين وجميع من لديهم القدرة والسلطة على مساعدتنا أن نصل إلى حلول لكل مشاكلنا. نعم نعم، وهذا صحيح جدا، يعني كما قال تفضل السيد يوسف، وكما يعني لاحظتم المستمعون الكرام يعني خلال هذه الحوار مع الشيق والحوار الإيجابي مع السيد يوسف موسى، له الذي هو أخصائي وطبيب أخصائي في بلده الأصلي سوريا، يعني هناك أسئلة طرحت، والبرنامج كما يعني تعلمون هو إعطاء الميكروفون لضيوفنا الكرام ليطرحوا أسئلتهم، وهناك أسئلة نحاول الإجابة عنها، وهناك أسئلة يعني تبحث دائما عن الأجوبة، وهذا يعني. وأتمنى لكم يوم سعيد يا المستمعين الكرام، وإلى الملتقى إن شاء الله. سلام. إذن أتينا على ختام الحلقة مستمعين الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء. سكت حالة بمقطوعة بيبي بحالة بساكن، آه العندي مسموعة، ما في يحرك ساكن، آه العندي مسموعة، ما في يحرك ساكن، مو طالع بيدي إلا سلي وادعي لالله، مو طالع بيدي إلا سلي وادعي لالله، لو ضفر صاب ومكروه ياخد روحي ما حلا. حبيبي بكفي عنيني، عنيناك نار وتكويني، مثلي ومثلك في عيني.
كفر وصاب ومكروه ياخد روحي محلا كان العيد بعيد آلي أنا حانين والله درب الغالي مقطوعة بالغربي أنا ساكن والله العين نشفت دموعه